وللحديث عن الفوضى السياسية بعد عام 2003 والصراع السياسي المستمر، معنا من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. لماذا اتسعت الفوضى السياسية في العراق وأخذت شكلا أكثر دموية في تشكيل الحكومة الجديدة؟ بداية تحياتي لحضرتك ولا مشاهدي قناة رافدين. الأزمة الحالية اللي موجودة بين الكتل السياسية هي يعني أمر طبيعي باعتبار أنه غابت السلطة الأكبر اللي كانت مسيطرة على هذه الميليشيات واللي كانت تمنحها من الاقتتال. الآن أصبحت لكل الميليشيات اليد المطلقة من أجل رفعها أمام الكتل الأخرى. هذه وسيلة التفاهم الوحيدة اللي حاليا ممكن أن يتفاهموا بها بعد سداد جميع الطرق اللي ممكن أن الحوار يؤدي من خلالها إلى الوصول إلى نتيجة. وهذا أمر طبيعي لما تمتلك هذه الميليشيات من أسلحة وعناصر وغياب للقانون والسلطة، بإمكانهم أن يقتتلون متى يشاءون إلى أن يصلوا إلى نتيجة. وهذا محاولة كل طرف من عندهم أن يفرض أسلوبه ويفرض قوته باستخدام السلاح على الطرف الآخر، وهذا ما شاهدناه في الفترة الماضية أثناء اقتحام الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري، وما حصل من اشتباكات بين الميليشيات فيما بينها، يعني بين السرايا والحشد الشعبي داخل المنطقة الخضراء، وعلى مرأى جميع البعثات الدبلوماسية من الأمريكية ومقر الأمم المتحدة وبعثة اليونانية كلها موجودة في المنطقة الخضراء، وشاهدوا بيوم العين ما فعلته الديمقراطية الأمريكية اللي جاءوا بها إلى العراق. طيب هنا يعني ألا ترى أن هناك تطبيع مع الفوضى في العراق؟ يعني هل ما يجري مقصود؟ يعني سلاح منفلت، مخدرات، صراع سياسي، عقب كل دورة برلمانية يعني تتكرر الحلقة من جديد. نعم بالتأكيد هذا الشيء مقصود، إضعاف القضاء يصل إلى مرحلة بحيث لا يمكنها محاسبة أي فاسد أو أي مجرم أو أي شخص يقوي سلطة الدولة، أيضا بإضعاف القوات الأمنية من خلال يعني دس العناصر الدمج داخلها وإضعاف قراراتها وإضعاف أيضا يعني ضباطها، من أيضا عندهم موضوع التسليح، دائما كان التسليح الأبرز يروح للميليشيات بدلا يروح للجيش العراقي والقوى الأمنية. لذلك على الأرض الآن القوى الأمنية أضعف بكثير من الميليشيات الآن مسيطرة على الدولة، وبالتالي الكل كأنما تقبل الأمر الواقع. لا يمكن لأحد حاليا يعني أن يقضي على الميليشيات. الميليشيات الآن تحتاج إلى حكومة قوية، يحتاج إلى دعم للمجتمع الدولي لإعادة سلطة الدولة، لإعادة الأمور إلى نصابها، لكن هذا الأمر مفقود حتى الآن. لا حكومة قوية حاليا مسكت البلد، ولا هنالك رغبة من المجتمع الدولي في تقوية العراق. وضع العراق بهذه الطريقة هو مفيد لأمريكا ولإسرائيل ولإيران بصراحة. طيب هنا ألا ترى أن هذه الفوضى التي يعيشها المواطن العراقي تؤثر على جميع المجالات التي يعيشها وجميع المستويات التي يعيشها المواطن العراقي، ولم تشفع ولم تسهم كل الثروات التي يتمتع بها العراق والمبالغ التي استحصلت من النفط وغيرها بانتشال العراقيين من أزماتهم رغم كل هذا؟ بالتأكيد هو المواطن العراقي الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، يعني دائما هو الذي يتحمل كل ما يجري من صراعات سياسية أحيانا تطورت حتى إلى مفخخات بين الأحزاب، دخلت إلى داخل أجساد الناس وفجرتهم في داخل أسواق بغداد وغير المحافظات. هذا كله يتحمل المواطن العراقي. أيضا الاهتمام بالحالة الاقتصادية، المواطن العراقي انتهى، البلد أصبحت منافذ الحدودية بيد الميليشيات، هنالك متاوات تأخذها الميليشيات من المواطن، هنالك غياب لسلطة الدولة. لذلك هو المواطن يتحمل كل ما يجري الآن، وهذا ما دفع إلى الخروج في مظاهرات تشرين، يعني ووصل إلى مرحلة لا يمكن لهذا الوضع أن يتقبله، يعني مستحيل أن يستمر. لذلك هو خرج في ثورة تشرين، ومن المتوقع أن يخرج، لأنه الآن هم أكملوا تقريبا سنة ولم يتمكنوا من تشكيل حكومة، وكل هذا تأخير لمصلحة المواطن وأمور المواطن العادية مع هذه الأزمة اللي موجودة الآن اللي قد تتفاقم، أزمة الغذاء العالمية وما يجري في المنطقة. كل هذا هو اللي تحمل المواطن الفقير، لأنه هذه الأحزاب هي عندها الإمكانية المادية وعندها الإمكانية العسكرية أن تحمي نفسها يعني بالسلاح، وأيضا تحمي نفسها من الناحية الاقتصادية، لأنه كلهم يستلمون
مرتبات عالية، ولكن الموظف الفقير أو الكسبة اللي يقوتهم يومي هؤلاء هم أكثر من المتضررين. ولحد الآن لا توجد للحكومة العراقية أو أي حكومة استلمت البلد من 2003 لحد الآن أي برنامج واضح للتقليل من عبء هذه المشكلات على المواطن البسيط، وهذا ما يدعو المواطن إلى التظاهر للتعبير عن رأيه. هنا ربما الحدث الأبرز الذي شاهده المواطن ويعني انتشر على مواقع التواصل وأخذ صدى إعلامي وسياسي، التسجيلات المسربة حول الميليشيات ومؤسسيها والسياسيين في العراق. السلطة اليوم مساءلة، لماذا لم تتحرك السلطات للتحقيق في هذه التسجيلات المسربة؟ هي هذه التسجيلات هي أوراق ضغط بين الأحزاب صراحة. نعم. القضاء عاجز، لأنه مثل ما قلت لك في بداية كلامي أنه أول شيء هم عملوا منذ 2003 هي تقوية سلطة الدولة، والقضاء هو واحد من سلطات الدولة اللي هي المفروض اليد الحديدية اللي المفروض هي تحاسب وتضرب الفاسدين وتضرب كل من يحاول الإخلال بالقانون، لكن سيطرتهم حتى على القضاء وتهديد القضاء جعل أنه أيادي القضاء مكبلة، لا يمكن للقضاء أن يتحرك ضد شخص يمتلك خلف حزب مسلح قادر حتى على الدخول إلى الخضراء وتهديد رئيس الوزراء شخصيا. لا يمكن للقضاء أن يحاسب شخصية بإمكانها أن ترسل مسيرات لقصف منزل رئيس الوزراء. هذا الأمر يعني هم وصلوا إلى مرحلة لا يوجد من يستطيع محاسبتهم، لا قوة أمنية ولا قضاء ولا حتى جيش عراقي أو غيره ولا جهاز مكافحة الإرهاب. إن لم تتضافر جميع الجهود من أجل استعادة هيبة الدولة من خلال حكومة قوية مثل ما قلت لك وجيش قوي وقضاء قوي، من هذه بهذا الخطوات ممكن تقوية سلطة الميليشيات وإعادة هيبة الدولة. لكن الآن بهذا الوضع القضاء لا يمكن له أن يتحمل لوحده ما يجري، لأن القضاء مكبل. وحتى يعني قبل فترة سمعنا يعني واحدة من تغريدات مقتدى الصدر قال بها أنه أنا سلمت الفاسدين للقضاء وأطلقوا سراحهم. نعم. وهو نفسه حاول يحاسب الفاسدين مالته ما قدر. لذلك يعني هذه محاولة من الأطراف السياسية، موضوع التسريبات اللي نرجع عليها هي محاولة من الأطراف السياسية للابتزاز داخل هذه المنظومة، يعني داخل منظومة الأحزاب. نعم. كل حزب يمتلك تسجيلات على حزب ويحاول ابتزاز الحزب الآخر بها لا أكثر ولا أقل. شكرا لكم، الشكر الجزيل من اسطنبول الكاتب والصحفي العراقي سيد باهي خليل، شكرا لوجودك معنا.